قصة حب ميزة مسلسل براءة. سعيد جدا لاستقبالهم بحضنا فاطمة برتقيس، فارس عبد الدايم. مرحبا. في الواقع شنو هي العلاقة؟ كل ناكل ديما بمحبة، كل ناكلك بمحبة، مش العرك العرك العرك، خمسة شهور عرك. الليلة كانت حلقة كبيرة في الفندق، مازالت المفاجآت في حلقة غدوة. عملتوا برشا حس، الحس أكثر فاطمة في فندق ولا في براءة؟ والله ما نتصورش كانوا يتوقعوا حنين باش يصير لها كيك، سيغتو مع الغلاسيون معناتها اللي كانت مع أنيس. حنين وأنيس هكا غلاسيون محلاها وبراءة ومحليهم هكا مع بعضهم، ما نتصورش كان حد باش يتوقع انه حنين باش يصير لها هكاك. بقى فينالمون الصدمة أكثر انه أنيس باش يعمل حنين هكاك. جاتك ردود فعل ولا ليه؟ احكي لي. فرحان برشا الحقيقة بالردود الفعل، كانت الكل إيجابية برسك، وما توقعتش الحقيقة اللي باش يصير هذا الكل، لتو ديجا سو شوك. أما الحمد لله الحمد لله. من نوع شنو هي التعليقات؟ جاتني برشا تعليقات من الأمهات، بويسك كنت متعاطف برشا مع أمي زهرة، وتعليقات من عند البنات بويسك كان كوبل هكا محلاه وناس حبته وحبوا هكا، خاصة توا بيريود باك وكل، دونك الناس الكل كانت متفاعلة مع أنيس يعدي في الباك، غليت عليهم الخبزة جاي ب 19. دونك فاطمة تحسنت برشا؟ ثقة بروحك ولا ليه؟ الحقيقة نجم نقول تحسنت، وقلت لك ما كنتش مثلا على عامني، ولا ما كنتش راضية معناتها باللي قدمته عامني، ويقعد أول عام خاطر العبيد مشي في بالهم تمثيل بخيتو حاجة سهلة، شنو واحفظ ولبس وقف قدام ممثل واحفظ النص نتاعك ومثل لي. لي كونديسيون ياسر صعاب، والتمثيل ماهيش حاجة سهلة الجملة. وصلت تعبت من نسق التصوير؟ تعبت الحقيقة في الأياميت اللي دخلت فيهم تصوير براءة وفوندو مع بعضهم، معناها نوصل بريسك 24 ساعة نصور، معناتها نكمل فوندو تاك نلبس نرجع كوستيوم آخر فئة أخرى هيئة أخرى، معناتها بيا مش كيما حنين، بيا وعشت بيا وطبيعة بيا ماهمش كيما حنين. تتمهمش ولا ليه؟ تمهمش، دخلت فيه تا خايبة أن سيغتان مومون، وسيغتو كي بديت بريود نصور في لي ديكور برانسيبال نتاعي، معناتها دار المروكي أون ميم تو في نفس الجمعة نصور في دار حنين، معناتها أكبر ديكورات عندي. وصلت رقدت في كلينيك؟ بالستريس بالضغط؟ فاتيغ كبيرة، دي كريز ان سيغتان مومون، غريب ومرتحتش وفاتيغ كبيره، مانك دو كالسيوم مانيزيوم كل شيء، وصلت تحت ان شاء الله لاباس. توا سبعة. فارس محظوظ تتسمى لانك اليوم موجود في واحد من اقوى المسلسلات في تونس؟ بالطبيعه مسلسل ضخم برشا مع ممثلين من احسن ما عندنا في تونس، كان شرف ليا برشا، كنت انتوري معناها بسي فتحي ومدام ريم وعزيز حكاوا معايا برشا، ديجا سلم عليهم برشا وقال لهم راني نحبكم برشا، خاطر معناها حسيت روحي في عائلتي بالرسمي، ما حسونيش اللي اول مره نمثل معناها. اول مره تمثل تتحط قدام فتحي هداوي، ريم الرياحي وعزيز الجبالي، واول سيكونس عندي كانت مع سي فتحي الهداوي. والسيكونس هيك مشيت لها ديجا بصوتي ما فماش، معناها وقتها بيريود ستريسي على الاخر، ومشيت لسي معز القديري قدم له تحيه برشا اللي هو تلها بينا في الكوتشينغ البريود الاولى. مشيت له قلت له سي معز راني ستريسي على الاخر وكل، ونحب ندخل نعمل شويه تياتر فماش من ناحيه ستريس. قال لي فارس ما تنجمش، راهو عندك تورناج باش تضر معناها باش تتعب وكل. قلت له ما يهمنيش حاب ندخل. قال لي باه اوموا هكا كي تبدا تسيح، كان فما سياحه هكا سياح من كرشك. حسيت له انا خرجت حالقي وكل. ومشيت للتورناج من غير صوت، معناها قعدت نعمل في الميميك السيكونس الاولى. كان عندك تراك الرعب انك مع فتحي هداوي، لانه فتحي كي تتقابل معاه ينجم ياكلك، ياكل الشاشه فتحي راهو. من الاول كانت خوف، ومن بعد ولات شيخه، ولات شيخه شيخه على الاخر، ولينا نلعب ولينا هو يعطيني التون صحيح باش يخليني نركب، وهو كيف كيف العكس بالعكس معناها. وريم الريحي نفس الشيء؟ كيف كيف، دخلتني في الجو فيسع فيسع، نحكي معها كل يوم بيريود التورناج بيريود الكوتشينغ، وحكيت معايا وقالت لي راك باش تجيبها وراك قدها وقدود كما يقولوها، والحمد لله. فاطمه انت كنت في وضعيه صعيبه، لانك بين براءه وما بين فندق وصلت لمرحله
نسألك نقول لك أي سنة أنت براءة ولا فوندو؟ تقول لي ما زلت ما نعرفش هل فوندو باش نكون أنا وإلا لا؟ أي عليش الحقيقة آخر دقيقة معناتها باش وليت أنا باش نرجع بيا معناتها سيزون 2 خاطر أنت تعرف سيتي با بريفو كو فما سيزون 2 من الفوندو وسامي اختارني في براءة دونك في طنبق تصوير نتاع براءة جا القرار أنه فما الجزء الثاني نتاع الفوندو سامي قال نو معناتها اما الخوف كان شنو الخوف كان من المشاهدين اكثر حاجه انه ممثله في زوز مسلسلات وفي نفس القناه ورا بعضهم خفنا لا ناخذوا نقد برشا لا يطلعوش لي رول كيف ولا ما نعرفش معناتها اما لا ديرنيير مينوت سامي قال يعني رجعتك الفوندو سي بون دونك لو تخيرت ما بين فوندو وبراءه والقرار عندك انت شو أنا وصلت دبرم تاع الفوندو كي كنت مانيش باش نخدم في سيزون 2 خاطر بيا وبنت المروكي اون جينيرال أول إكسبيريونس ليا أنا أول باب تحلي معناتها كي نوصل نتخيل الغول نتاعي عند شخصية معناتها اللي عشت معاها شهور نتخيلها عند واحدة أخرى ما نعرفش معناتها رغم اللي جيتي با كونتخ سو كي سيغ معناتها ما نجمش نقول ليه ما نجمش نقول والقرار مش قرارك صحيت معناتها ليه أما كان باش تخيرني الحقيقة كنت نختار براءة شبيك قلبت توا نحكي لك خاطر نحب لا خاطر تعرف علاش خاطر ما نحبش نقعد وحدة في بنت المروكي باي نحب اكسبيريونس جديده نحب نعيش دور اخر نحب نقدم ما نحبش نقعد كيفاش نقعد وحدة سنين في بيا 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 نحب نعيش تجربه جديده فارس دقدقت بيبان قبل برشا بيبان بديتها بالماكينه من الاول خاطر بلوس كنت في الجم ديجا قدمنا نبدا حيا نحبكم برشا الكل كنت في الجم فماش دي كونتاكت ما عندي حتى كونتاكت مع انت اصيل الجم اصيل مدينه الجم اي دونك ما كانش عندي حتى كونتاكت بديت من الاول بالفيسبوك كونتاكتي العباد الكل في الماكينه كونتاكتي لي ستيليست لي مارك الكل برشا سكروا البيبان بعد حاولت نطلع لتونس طلعت لتونس عملت لي كاستينغ الكل تقبلت في كلكو كاستينغ ومن بعد جات البيك نتاعي في الماكينه بعد الحقيقه كيف نفس الحكايه في التمثيل بعثت برشا ميساجات كونتاكتيت برشا عباد فما اللي جاوبني فما من با قرا الميساج وعندهم الحق خاطر تقام برشا ميساجات وكل دونك سي نورمال وشو مالي كاستينغ اللي عملتهم؟ عملت في السيزون الاولى نتاع الفوندو رول يحيى وانا صغير مي لو بروفيل نورمالمون ما يشبهش البعض ما يتشبهش جمله جي سليم صغير جسليم صغير وقعدت في مخ مدام سوسن ومروه اللي هما معنا قدموني لسامي باش نقرا لك شويه تعليقات فاطمه ممثلين شو قالوا عليك كمال التويتي في راديو ماد احكي عليك قال فاطمه برتقيس تحسنت برشا وماهيش مجرد ديكور بفضل سوسن الجملي اللي اعطتها برشا باش توصل الاداء هذاك كنت تجاع من كلمه هذيك مزيانه جابوها تمثل من جابوها من فيسبوك اما كان جابوها من المانكينا وحطوها تمثل هذه حاجه غلطه برشا اللي العبيد بالحق بنيت ولا ولاد ولا العبيد اللي تفرجوا فينا ولا اللي يعرفوني ولا اي حاجه تيان ريان كو خاطر مزيانه تيان جوست بدن ما التمثيل عمره لا كان زين وعمره لا كان بدن معناتها انا هيئه هذه مانيش هيئه في البيا ولا مانيش حنين ولا مش نفس الشكل جمله معناها ماهمش نفس الشخصيه ظلموك ماهوش كان وجه مزيان ولا حاجه كان جاي وجه مزيان كم قلت لك 4 سنين نعمل في لي كاستينغ كان جيت معناتها وجه مزيان كهو ولا هيئه رغم الاول عام تقبلت لوجيك ولا لا ما نقعدش كل عام نعمل في لي كاستينغ معناتها عمره ما كان وجه مزيان تمثيل نجده بن عبد الله قالت عمنول ما اقنعتنيش اسناء اقنعتني توافقها؟ نوافقها وعندها الف حق انا ما اقنعتش روحي عمنول وما اقنعتش برشا عبيد قالوا لي برشا عبيد اللي يفهموا كأول تجربة يقول لك سافا تنجم تتحسن برشا عبيد يفهموا اللي ماهيش سهلة وكيف تنجم تطور من روحك كيما تنجم تقعد وين أنت معناها بالنسبة لفارس نفس الشيء بوغوس خاطره بوغوس ولا يمثل شكون قال بوغوس؟ أما تقراش فيسبوك كيفنا؟ هو حاجة باهية نورمالمون بليس معناها حاجة تعاونك مي بوغوس من غير تمثيل بلا شبه خير فما شكون حتى حكي على الشبه بينك وما بين ريم الريح صحيح ديجا كاستينغ كان الناس الكل تحكي على الكاستينغ مش بالهم امي بالرسمي مي الكاستينغ كان سبحان الله مكتوب ومن اول نهار دخلت معها في الجو ديجا نفكر اول نهار في الكاستينغ نتاعي سامي سالها قالها اش قولك فيه ولدك نخليوه ولا لا
قالت له ما شاء الله عليه محلاه. وأنا قلت له يا اخي فما شكون يبدل كبته هو معناها. دونك تعدى الكورون ديريكتومون. يبعثوا لك معجبات ولا ليه؟ يبعثوا لي يحكيوا معايا يقولوا لي يسالوا فيا اسكو عندي شكون ولا فما شكون يحب يقابلني، فما شكون غاير من الكوبل، فما شكون قل لي راهي عملت لك، راهي مع مشات لخوك، راهي كذا راهي كذا. ونفرح الحقيقه، نفرح برشا خاطر هذا دليل انه حبوه معناها، حبوا انيس. خطيبك يتفرج في براءة ولا لا؟ الحقيقة ما حبش يتفرج في الفوند، أما كي يتفرج في براءة حاسه أتعس. الحلقة 12 اللي هي بالنسبة لي في الفوند أهم حلقة، قلت له أمان تفرج، جوز تفرج في حلقة 12 في الفوند كهو ميسج، ليه مش تفرج في براءة؟ يا أخي شيف براءة اتمنى انه لو كان قعدت تتفرج في الفندق خير. يغير من نضال ومن فارس ولا ليه؟ ليه ما عندوش علاش يغير، تمثيل خدمه معناه. واعي متفهم ان شاء الله، هو كل بيبي صغير معناتها معايا في حياتي متفهم. مبروك الخطبه، عندي الحق نحكي فيها على خاطر انتم حكيتوا عليها على انستغرام. انا ما حكيتش راه، لا انا حكيت له هو حكى و... كيفاش؟ صحابنا هبطوا و هاو لهنا امبوسيبل من هذاك انستغرام. يا مانيش انا ما بتتهم. اي شهر مبروك. هذي وقتاش الشهر بالضبط فاطمه؟ هذي في عيد ميلادي لو 15 جانفي. عيد ميلادك؟ على اساس انيفرسير، جو كرويي با كو فما دوموند مارياج. دونك جا في عيد ميلادك وهدي لك الخاتم. اجنو تفرش. أنا والله في بالي يفادلك. حتى أنا في بالي يفادلك لما حد. دونك جدية الحكاية هذه؟ أكيد. خطبة خطبة. إن شاء الله مبروك. مازلنا ما وصلناش للخطبة الصحيحة مع العائلات معناتها. هذه كانت في وسط أصحابنا مفاجأة وكل شيء، مع العائلات مازالت إن شاء الله ربي سهل. الخطبة الرسمية معناها. إن شاء الله ربي يهنيكم. يعيشك. فارس وي. أنت أول مرة تجي بحذانا. صحيح. باش نعملوا لك الأسئلة السريعة باش نتعرفوا عليك. فارس في الأسئلة السريعة. فارس الأسئلة السريعة باش نتعرف عليك. فارس قديش عمرك؟ 22. فارس شنو برجك؟ بليه. فارس شنو تعمل في الدنيا؟ مانكينة. شنو قريت؟ باك تكنيك. غير التمثيل والمانكينة باش مغروم؟ سبور. أكثر حاجة تعجبك في روحك؟ فيزيكمون. فيزيكمون نقول الطول. قديش طولك؟ 190. قداش توزن؟ 85. أكثر حاجة تنرفزك؟ العناد. مثلك الأعلى في التمثيل؟ رامي مالك. وين تسكن حالياً؟ بين تونس والجم. فتاة أحلامك من الفنانات؟ يبيه الحملي. شنو وضعيتك العاطفية حالياً؟ قدم لها تحية. وين يا كاميرا؟ هايك. وين؟ قدم لها تحية. شو اسمها؟ أنا نجم نجاوب. حرف الأول. أ. تسلموا على أسماء. ماهيش تونسية. فرنساوية؟ هكا هو. لا. إيطالية؟ أي. قصة حب عندها قديش؟ عندها عام وثلاثة شهور. نسلم على أدريانا؟ هذي تكور، هذي مش صاحبتي. حكاية جدية معناتها؟ أي. تنوي تمشي لإيطاليا؟ كمل غادي؟ ديجا قبل ما ندخل معها في ريلاسيون كان عندي كونتراتو في ميلانو مع اجونس نتاع مانكينا. ميلانو عاصمة الموضة. وي. وإن شاء الله إن شاء الله علاش لا؟ إن شاء الله. بين التمثيل والمانكينا؟ بديت بالمانكينا وحبيت نوصل للتمثيل، دونك نجم نعملها مع بعضها عادي. ودار موافقين؟ على الأول لا، على خاطر كانوا خايفين على قرايتي. من بعد
قررت اني نبعد على القرايه ونواصل في اللي نحب نعمله. ما كانش عندهم برشا شواء انهم يخلوني نتبع حلمتي، ومن بعد نصور توا فرحانين برشا. الوالد شو يعمل في الدنيا؟ عنده معمل رخام. وعندك اخوه ولا ليه؟ اي عندي 3 اخوه سلم عليهم برشا. اولاد بنات؟ فتحي وفادي وصابرين. عندي صابرين وفتحي في كندا واخويا هوني. فرحانين بالخدمه نتاعك ولا ليه؟ برشا برشا. امك عقلتك؟ امي قالت لي اطلع منك يا وحيد. اكثر سيكونس امك قعدتوا تحكيوا فيها مع بعض؟ سيكونس نتاع سيرمون، سيكونس نتاع ياني وحنين من الاول. بون، اول المسلسل سيكونس نتاع بوس وانت مرتاح، هذيك قالت لي يطلع منك، ومن بعد عاد الشوك الكبير هذيك بالطبيعه باش تزعزع. تحب تشوف ولدها في سيتياسيون كيما هكاك، ولا تشوف طفله في سيتياسيون كيما هكاك؟ معناها خطيبك شافهم لي سيكونس هذمك ولا ليه؟ شاف كل شيء. شاف كل شيء؟ باهي كي مازال معايا بركة. مغيار برشا. مغيار؟ عربي تونسي. منين خطيبك؟ من أي مدينة؟ سوسة. باهي، هاي فارس. هذايا فارس كان في الأسئلة السريعة. توا باش نشوف الشخصيات اللي أنتم مثلتوهم، هل عندكم شبيهة منهم ولا لا؟ فاطمة، أنت كيما حنين مغربة بروايات عبير ولا ليه؟ الحقيقة لا، اللي معروف على روايات عبير اللي هما روايات على الحب والرومانسية وكل شيء، أما الحقيقة لا. تقراش برشا رومانسية؟ قراءتك شنية؟ ما أكثر حاجة فلسفة قبل كنت مغرومة بها. فرويد أكثر حاجة قبل بالحق، سورتو كي بديت تقرا فيه كنت برشا مغرومة بفرويد قبل بالعلم نتاعه وكل شيء، ما بعد لا. فارس تقرا ولا ليه؟ لا مانيش مغروم بالقرايه برشا. حتى مجله موضه متى باز نتبع لي فوغ وكل والجي كيو. فارس انت كيما انيس في براء، تموت على قرايتك والهدف انك تكون الاول في الجمهوريه. نكون الاول في الجمهوريه صعب شوي، اما البريود اللي كنت نقرا فيها كنت متميز فيها. بطلت ولا طردوك؟ كنت في الدوزيام اني والتروزيام اني كنت نجيب 14 موين سافا كيك. اي بعد وقت اللي قررت نطلع نعمل ماكينه في تونس، دونك هملت قرايتي وحبيت نعمل خيار، معناها يا هكا يا هكا، خاطر حسب ما ريت ما نجمتش نعمل حاجتين في فرد وقت. من بعد قررت نعمل فورماسيون في توريزم في حمامات. كي مشيت قريت عامين، في اخر شهر نورمالمون باش ناخذ فيه الشهاده نتاعي، دخلت في كومبيتيسيون نتاع مانكينا، قعدت فيها 3 جمع، شطبوني خاطر غبت 3 جمع. دونك نقولوا بالك فيها خير، ما نعرفش. عندك نوع من الدم على القرايه اللي ما كملتش؟ خاصة وانت باهي في القراية. صحيح، ممكن حبيت نفرح أمي كهو، وزيد كما قلت أنت كنت باهي في القراية، حبيت نكون بلوز موان متكامل معناها في حياتي، نبدا ما نقولش ما نجيش نهار ونندم نقول يا ريتني، مي بور لو مومون الثنية اللي ماشي فيها صحيحة وإن شاء الله إن شاء الله تكمل بسلاح. فاطمة أنت في القراية سافا؟ سافا، أنا كملت البي اف نتاعي قبل ما نبدا التورناج نتاع البراءة. وتوا قصيت وباش نرجع بعد التورناج، خاطر ما نجمتش في الايامات اللي فاتوا، باش نكمل بي تي اس نتاعي، نكمل دبلومي في الكوميرس انترناسيونال. فاطمه انت كيما بيا بسبب الحب تنجم توصل تعمل محاوله انتحار؟ ابدا، نجم نحب كيفها، اما ما نعملش عملت دبي. بيا غلطه؟ بيا حبيتها انه مش غلطه، نجم نقولوا انها حاربت على جال العبد تحبه، وميم طون تعرف اللي هو يحبها، وكان العائق الوحيد اللي هو ابوها معناتها، ما كانتش ماهيش تجي العبد ما يحبهاش، لا كيما نقولوا هي حاربت على خاطر هو يحبها وهي تحبه، وحبت توصل حاجه مع بعض. فارس كيما انيس في براء حشين برشا وما تنجمش تعبر على مشاعر الحب. لا بالعكس، معناها نعبر كي نحس، معناها كو سوا نعبر لخويا، نعبر لامي، نعبر لصاحبتي، لازم واحد يعبر. مي الحشمه موجوده، الحشمه ما مش بالكيفيه نتاع انيس، معناها خاطر هو نقولوا نجم نقولوا حشمه مبالغ فيها شويه ولا هكا. شنو التعليقات اللي جاتك على الحشمه؟ قالوا لي كانك بالرسمي كيكه، معناها كانك حشام بالطريقه هذيك معناها،
ولا حاجه فرحتني. تقعد برشا سيليباتير هذيك زاد كومونتير. سنين كي تقعد برشا سيليباتير اي. عجبتني برشا شخصيه نتاع انيس الحقيقه، شخت عليها برشا. قعدتوا على كرسي مع بعضكم في شارع حبيب بورقيبه. اي. شنو هي قصه الكرسي هذاك؟ كرسي شارع الحبيب بورقيبه. بس هيك ذا كان عامين التالي يعني، واحسن صاحب عندي قدم له تحيه ياسين اليحياوي. كنا نخدموا ونعملوا شوتينج، ما كانش عندنا برشا فلوس باش نكري ولا حاجه، دونك تلزينا نبيتوا لبرا وكل. وفي الشارع هذاك صارت بعد عامين صار تورناج، ومن اي من اول ايامات وكل، دونك يعني ما حبيتش نحكي فيها وقتها مع فاطمه ومع ولا مع الاكيب، مي سنتيمون ما نجمش كيفاش نعبر عليه بالحق. حاجه حلوه برشا. الكرسي هذاك قعدت عليه وانت زوالي وانت ما عندكش فلوس؟ لا مش زوالي، مي وقت اللي ما كان بيدي حيله كما نقولوا، ما كنت نعرف حد طلع لتونس، ما نعرف حد وما عنديش لي كونتاكت وكل، دونك تبدلت الامور، دارت خاطر سنيتها برشا الحكايه هذه باش انت خرجت من الجم دون موافقه العائله نتاعك، على خاطر بوك عنده معمل ارخام. كي نقول عنده معمل ارخام عنده برشا فلوس. مش برشا فلوس، مي كيما العباد الكل الحمد لله مستوره. ما عطاكش فلوس. مش بالضبط، مي كيما نقولوا خليه يطلع لتونس تضربوا الحيوطه تو يروح. لا لا مش بالكافيه هذيك، ما كانش في باله اصل هو. زاده ما كانش في باله هو، على خاطر ما نحبش معناها ندخل معاه في برات فير زايده، معناها نعرفه خاطر يخاف عليا وكل، دونك اوتوماتيكمون باش يحبني نكمل قرايتي. مي انا عندي هدف حبيت نوصل له، وان شاء الله نكون قاعد نقدم، وان شاء الله يكونوا فخورين وكهو. اليوم عملت الخطوه الاولى الحمد لله، نتصورهم فخورين فرحانين برشا. فاطمه انت كيما حنين في براءه، تشد صحيح في الراجل اللي تحبه، وحتى لو كان جاك ضغط تبقى شادة صحيح فيه. نجم، خاطر ما نجموش ننكروا اللي ساعات العائلات يغلطوا في حق صغار. نجم تعفس على قلبك ومن أجل العائلة تسلم في الحبيب فقط لأنه دارهم قالوا ليه؟ كان هو يحارب نحارب، ما يحاربش ما نحاربش. نحاربش على عبد ما يحاربش معي. الرسالة وصلت. الرسالة وصلت. ليه مسكين مريقلة وليلي قدم لها تحية كبيرة ليلي، وقال نحبك برشا 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 برشا، بالحق نحبك برشا. وبوه كيف معاد أونديغي بنتهم معاد أكثر من الوليد. فارس أنت كما أنيس وقت اللي تشوف امرأة تتعرض للعنف تنجم تتحرك لك حتى شعرة؟ لا مستحيل نجم نكون كما أنيس في حالة من هك، حتى ولو كان عملت برشا مشاكل في الدار، معناها ما نصورش روحي في بلاصه تنيس نسكت، معناها مالجري اللي هي عملت حكايتك من هكاكا، معناها ما نصورش. فاطمه نعملوا مع بعضنا الاسئله الناريه. اوكي. صريحه يلزمك. صريحه. فاطمه برتقيس في الاسئله الناريه. فاطمه اسئله ناريه، ممثل تحب تعمل معاه دور رومانسي. توم كروز. نطمح برشا وليد. عربي. ضف العبدي. شخص مشهور ديما تكلمه في التليفون. أمامة بن حفصية. شخص مشهور راجل ديما تكلمه في التليفون. عمر جمل. السبب اللي يخليك تبطل آخر ارتباط عرفته كان هو كذب. لو تبدل اسمك من فاطمة إلى بيا. آخر مرة دخلت فيها مركز أمن كان بسبب شكيت بوحدة على بركاج. كي تبدأ وحدك في الكهرباء شنو هي الأغنية اللي تحطها ديما؟ وائل كفوري حبك عزيز. ثلاثة حاجات نلقاهم في التاب دنوي متاعك. ماء، تليفوني ودواء لازم متاعك. ثلاثة حاجات تحبهم برشا لكن ما تعرفش طيبهم. كسكسي، ملوخية، مرمز. مالاش تعرف طيب. مقارونة، روز، ما تعرفش دي تخيك سامب. عادة سيئة عندك ما نجمتش تنحيها. ساعات كي نضحك جوغي أجيب القوي نضحك بالقوي.
آخر مرة بكيت فيها علاش ووقت إيش؟ اليوم حلقة الماروكي. كانت هذه فاطمة برتقيس في الأسئلة النارية. كيف عملنا أسئلة نارية خطر القانون متاحة ما ينزمش نتحل برشا معاك، أما تصدمت كي قلت لك آخر مرة دخلت فيها المركز باش تقولي طلعت بطاقة تعريف، عطيت أوراق باسبور، تعرضت لبراكاج ومشيت شكيت. أي تعرضت براكاج، واحد داخل السنتر ودخلوا رايا قمرني هبطة من التاكسي ودخلت لاسانسور وحبسني في لاسانسور. دونك عنده سلاح عنده حاجة؟ لا لا لا، حصلني على اساس باش يطلع معايا وطلع حتى تساقيه في الباب باش يخرج في ساعة وحب ينطر لي ساك وميم تو حب يبدا يرمي بيدي. دونك بديت نصيح ونعيط باش هبطوا جميع من الفوق وجاب ربي فما الكاميرا. دونك خلينا وجههم الكاميرا ودخلت مشيت شكيت في مركز العوين. عروض الازياء بالنسبه لكم مازلت في الدم نتاعكم تتعدى ولا ليه؟ اكيد انا مش برشا مش برشا نجرب واش مازال فما من عروض الازياء في تحدي عروض الازياء. دونك اللعبه هذه باش نشوفوا البنكان اللي فيكم مازال حي والا التمثيل بدا يفسخ فيه. سينو سافا الشهره والنجاح والنجوميه شيخين في رمضان؟ نجموا احنا نكونوا شيخين، ما فما عبيد ما تخليك شيخ في حياتك. عليه والله اكثر حاجه نجم تكون مقلقتني انا وكيف كيف اني زاد مقلقت وحكايه لي فو بروفيل اي سورتو في الفيسبوك. معناتها انا نحب نقول لليوم راني ما عندي حتى بايج فيسبوك، راهو اللي قاعدين يهبطوا الكل مانيش انا، قاعدين يتحايلوا على عبيد، قاعدين ياخذوا في فلوس من عند عبيد على اساس انا باش نعمل بوب كونتر بارتي وياخذوا في فلوس ويبعثوا في دريب على كو مانيش انا. انت ما عندك كان كونت انستغرام؟ ما عندي حتى كونت فيسبوك حتى باج. وانستغرام عندك كونت واحد؟ كونت واحد كها. هذاك هو اللي يمثلك؟ هذاك هو اللي يمثلني. باهي. يعني الجمعه الاولى برسك فما تروا انستغرام اكثر مني ديجا في الابوني، ديجا يحطوا في فلوس يعملوا في سبونسورينغ باش يطلعوا الكونت. انت قبل المسلسل قداش فيه الانستغرام؟ كان فيه نقولوا قبل قبل ما نبداو نصوروا اصلا كان فيه 4000 ومي هما كما نقولوا بداوا من بداوا يعملوا في سبونسورينغ طلع على 20000 25000 واني مازلت قاعد نطلع بشوي بشوي فهمت؟ نحب نقول راهو عندي انستغرام واحد اسمه فارس عبد الدايم واحد، ونحب نقول حاجه اخرى راهو فما فيسبوك يعني مش متاعي قاعد يحكي به مع عبيد في حاجات خايبه وكل وما عندي حتى دخل به. واضح. دونك ربي ما عنديش تيك توك زاد باش نعملوا لعبه سهل برشا. عندكم لوحه، عندكم الحق تحطوا ماكسيموم 4 كانتات على اللوحه هذيك وبيديكم تهزوها عندكم عقبات وشكون يوصل اكثر شيء 4 اقل شيء كانت واحده. واضح؟ 3 2 1 توب. بارك الله عليك فارس. ايش؟ البرودكان تاعك سبيسيال شويه. يساعد يساعد. قداش تلبس في ساقيك فارس؟ 39. 39؟ اه. كاش كان عمرك 12 سنة؟ 12 سنة نلبس 44. قداش تلبس بربي؟ خلي بالستر وبر. فارس يلبس 47. ليه ليه؟ شكون يكمل الاول؟ يلا 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 يلا. علاش ما تشجعش فيا انا؟ علاش؟ شفت كذا؟ اي طيح تحت زي طيح الثانيه، الثانيه تطيح، الثانيه تطيح. حرام عليك. امشي طيح، امشي طيح. امشي طيح. امشي طيح.
فوالا بيه دوك هو سبقك في اللعبة هذه. هو سبقك ستة ستة متعادلين، لكن هو خلط قبلك رغم اللي هو بلبس شوية من الأول. كانت هذه فاطمة وفارس في تحدي المنكنات. أول مرة، أول مرة فاطمة وفارس. أول كاستينج عملته عام 2015 في مسلسل الجزائري 10 على 10. فارس، أول كاستينج عملته في حياتك؟ 2017 كاستينج بتاع سبوت. أول كاشي خذيته في حياتك؟ بعرق جبينك فاطمة، قديش قيمته؟ 150 دينار. فارس شوتينج 500. أول شخص قلت له أنك تقبلت في مسلسل براءة؟ أمي. أكيد أمي. أول مشهد صورته فاطمة في حياتك؟ مع يحيى في الفندق. مع سي فتحي. أول ممثل شجعك بالشد صحيح وتولي ممثل أو ممثلة فاطمة؟ ريم رياحي ونيفال. مدام ريم. أول دور ريت فيه روحك كممثلة؟ دور سنة كاسوس في صيدلية. ضربت متاع رامي مالك. أول ردة فعل عملتها كي تفرجت في روحك؟ أول ردة فعل في التورناج، وتخبيت رئيسين وقت نتعشي وإحنا مزلنا نصور، تخبيت رئيسي بالقبر وقلت ليش طايقة نتفرج في روحك. نسكك في القاعة بالعيات، نعيط ونسيح ومن بعد وليت نبكي بالفرح. أول نصيحة قالت لك؟ شد صحيح وكمل، وحاجة مش سهلة وثنين اللي ماشي فيها ياسر محلاه. كمل راك نجم توصل لبعيد. أول قصة حب في حياتك قديش كان عمرك؟ أول قصة حب هو 18 خمس سنين. ما عندك حتى علاقة بالشخصية. الجملة. ما عندك حتى علاقة بالشخصية. إيش يا بحذاء؟ نحب نشكركم برشا برشا، يعطيكم الصحة، صفقونا على فاطمة برتقيس، فارس. فارس خليلي كلمة الختام. ميرسي بوكو هادي، إن شاء الله نكون ضيف خفيف، ونحب نقدم تحية لأمي وبابا وأخواتي والعباد اللي تعرفني الكل، وإن شاء الله في تجربة أخرى. بدلت شعرك؟ وي، هذا كانيس البرسوناج، توا مش فارس زادة، ما توا فارس المانكا. لاجون طلبوا منك هكا؟ ولبسوك هكا؟ لا، هكا فازا. فاطمة، محلاك الليلة. ميرسي عايش. والأسود يليق بك. نحب نقول ميرسي لزوريا مدام ليلى بن حليمة على اللبسة المزيانة، وميرسي ديدو بور لو ميك اب وشعر مريومتي، وكيف كيف زاغ دايموندز وسيلينا، نوجه لهم تحية كبيرة برشا، نقول لهم فرحانة برشا اللي قاعدة نتعامل معاكم. فارس فاطمة يعطيكم الصحة، بالتوفيق. حلمتك تولي حقيقة كيفاش؟ سهل برشا، تنجم تعيد في دارك وتربح دار، ومش أي دار، أبارتمون موبلي مجهز بأفخم أنواع الأثاث، دار سومها 400 مليون في ريزيدونس جالكسي الحمامات، أبارتمون إس بلس 2 على البحر، وفي ريزيدونس مجهزة بقاعة رياضة، بيسين كبيرة بالكاسكاد، مصلى، سبا، حمام، بيسين كوفرت شوفي، دار تخليك تستغنى على الوتلة وتعدي سيف ولا أروع وتعيد في دارك. كيفاش؟ ابعث اس ام اس في حرف ا على 85811، ا على 85811، والقرعه باش تصير ليله العيد، يعني باس ام اس واحد تنجم تربح دار سومها 400 مليون وتعيد في دارك. ابعث اس ام اس في حرف ا على الرقم 85811، حص عيد للجميع.